لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله خير من دعا إلى الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يا عباد الله إن هذه الدنيا دار بلاء فاليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل وقد بين الله سبحانه وتعالى أن سبب الخلق إنما هو أن يبتلي الناس أي أن يختبرهم والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا البلاء وهذا الامتحان وتلك الفتن التي يمر بها الإنسان إنما الهدف منها أن الإنسان إذا صبر عليها يكون قد خرج منها أشد إيمانا وأعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى كالمعدن الثمين كلما صقلته وضربته بالمطارق وأحرقته بالنار ازدادت قيمته واشتدت صلابته وقوته. My dear brothers and sisters, in Surah Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that we should not think that we were created so that we will have an easy life and so that we can claim whatever we want to without Allah subhanahu wa ta'ala putting us to test, to see who is truly honest to the elements of Iman and the principles of Islam. And who else is only a pretender and a liar? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا Allah subhanahu wa ta'ala puts us through these things so that Allah subhanahu wa ta'ala will distinguish those who are true to the religion of Islam and true to Allah subhanahu wa ta'ala from those who are pretenders. Because it is very easy for people to pretend whatever they want to. They can claim whatever they want to. A group of Bedouin came to Medina on the 10th Hijri year and they declared their Islam. And as soon as they left from the presence of the Prophet والسلام, they started bragging that we are mu'mineen. They started comparing themselves to Abu Bakr and Umar and Uthman and Talha and Ali and Zubayr and all of these great characters of Islam who were put through tests again and again and have proven their Iman again and again. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayah where he says, قَالَتِ الْأَعْرَابُ وَأَمَنَّا. And these Bedouins, nomads, claim that they are believers. Then Allah subhanahu wa ta'ala admonishes them not to say that we are believers. لَا تَقُولُوا أَمَنَّا وَقُولُوا أَسْلَمْنَا. Say we became Muslim.
Because anybody who says La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah is a Muslim. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Yet, Iman did not reside in your hearts. It did not settle yet in your hearts. In your hearts, you were not put to test after test again and again to prove what you claim. يا عباد الله وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الدنيا فقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم الأنبياء وذلك أن هؤلاء رجال قضية وأهل دعوة ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصنعهم على عين بصيرة ولو نظرت في سيرة أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى لوجدت أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه أشد البلاء ليجعل منه رجلا قادرا على حمل الأمانة قادرا على حمل الرسالة انظر إلى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم انظر إلى موسى منذ يوم ولادته إلى يوم وفاته وهو يخوض مخاضة بعد مخاضة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى بعد ابتلاء ولذلك استحق أن يكون من أولي العزم من الرسل انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانظر إلى ما مر به من الشدة وما مر به من البلاء حيث فقد أصدقاءه ممن قتل بين يديه وفارق وطنه وحبس في شعب أبي طالب وأوذي في الله سبحانه وتعالى أشد الأذى ومع ذلك أثبت في كل مرة صلى الله عليه وآله وسلم صبرا وعزما وتمسكا بهذا الدين حتى أظهره الله سبحانه وتعالى على عدوه وحتى جعله ومن اتبعه الأعلون إلى يوم القيامة إن كانوا مؤمنين. If you look in the history and the seerah of the prophets whom Allah سبحانه وتعالى has reserved for the hardest of tests as the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم says أشد الناس بلاء الأنبياء. The hardest tests are reserved for al-anbiya and for the salihin, the righteous. And then people are going to be tested according to their iman. If you study the seerah of the prophets, take Prophet Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala has put him through test after test from the very day that he was born until the day that he died. And Allah subhanahu wa ta'ala is putting him through one hardship after the other. And look at our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. If he was a pretender, he would have quit a long time ago. Why would he earn the animosity of his tribe and his town people and his neighbors? Why would he lose a luxurious life? And why would he reject all the offers that were made to him? Why would he accept to be ostracized with his followers in the valley of Abi Talib for 3 years? Why would he accept for himself to be tortured and stones thrown at him and the remains of camels put on his head when he was making his sujood and then he would be kicked out of Mecca and go to another place because he is true to Allah subhanahu wa ta'ala and he is true to the da'wah of Islam. Ya ibad Allah, waqad darab Allah subhanahu wa ta'ala لنا مثلا في سورة البقرة ضرب لنا مثلا كيف أن الله سبحانه وتعالى يمحص الناس من أجل أن يختار من بينهم الخاصة والخلاصة ثم ربما امتحن هؤلاء حتى يختار منهم خاصة الخاصة فهؤلاء ملأ من بني إسرائيل كما روى الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة من بعد موسى قالوا لنبي لهم طلبوا من رسولهم أن يبعث الله سبحانه وتعالى لهم ملكا حتى يجاهدوا
في سبيل الله من ورائه، لأن الجهاد لا بد له من أمير. وخير الأمراء من اختاره الله سبحانه وتعالى. فاختار الله سبحانه وتعالى لهم طالوت، ولم يكن ذا مال ولا جاه من بينهم، بل كان إنسانا عاديا، ولكنه امتاز عنهم بما آتاه الله سبحانه وتعالى من بسطة في العلم وبسطة في الجسم. ثم إن طالوت أراد أن يقاتل عدوا لهم، هؤلاء الذين كانوا هم يطلبون القتال كما يفعل كثير من الناس، والله لو كان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، لو كان كذا وكذا تمني، ولكن إذا جد الجد وما أكثر الخلان حين تعدهم ولكنهم في النازلات قليل. فهؤلاء أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا عدوا، فتنكأ كثير منهم، كثير مما كان يدعي البطولات وأنه لو أتيح له المجال لجاهد وقاتل ولكان من الأبطال، تخلف عن طالوت، مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيهم التابوت، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالنصر، ولكنهم لقلة إيمانهم وتصديقهم لم يتبعوا، واتبعهم قوم منهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. انظروا إخوة الإسلام، هؤلاء هم الذين اتبعوه، يعني فيهم الخير كما يقال، ومع ذلك قبل أن يواجهوا عدوهم أراد الله سبحانه وتعالى أن يمحصهم مرة أخرى، فابتلاهم بنهر. والمسافر يكون أحوج ما يكون في الزمان الماضي، أحوج ما يكون إلى الماء، ولذلك كانت عيون المياه والآبار هي محطات للمسافرين، يقفوا عندها يغتسلوا ويطبخوا ويسقوا دوابهم ويغسلوا ثيابهم. فمر هؤلاء على نهر رقراء فيه ماء صاف، وهم في شدة الحر وفي شدة الحاجة إلى الماء، فأمر الله سبحانه وتعالى عبده طالوت أن يحرم ذاك الماء عليهم. قال فمن طعمه فليس مني. هذا النهر الرقراق الذي أنتم بحاجة إليه الله سبحانه وتعالى لا يريدكم أن تشربوا منه، إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من أخذ حاجته بيده فقط وشرب ثم استمر في المسير. انظروا إخوة الإسلام إلى صعوبة هذا الابتلاء. تخيل إنسان مسافر ربما مرت عليه الأيام وعليه الغبار وعليه الأقذار، وهو في شدة العطش وفي شدة الحاجة إلى الماء، ثم يجد الماء ثم يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن لا يستعمل هذا الماء، فشربوا منه إلا قليلا منه. معظم هؤلاء حتى من أتباع طالوت الذين خرجوا للجهاد معهم سقطوا في هذا الامتحان وفشلوا في هذا الامتحان. هل هذا خير لدين الله ولطالوت ولبني إسرائيل أم شر؟ لا شك أنه خير، لا شك أنه خير، لأن المدعين إخوة الإسلام يكونون عد، فالتخلص منهم وأخذ الخلاصة من المخلصين من الناس والمستعدين للعمل في سبيل الله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تواجه الجيشان، جيش طالوت وجيش العدو، كانت فئة طالوت فئة قليلة من حيث العدد، ولكنها عظيمة من حيث الإيمان ومن حيث الإخلاص ومن حيث الاستعداد للتضحية. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله. هذه الفئة القليلة هزمت تلك الفئة الكبيرة، وقريبا من ذلك ما حصل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر وفي معركة الخندق حين زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، بل وفي معركة تبوك التي كانت في قيد الصيف الحار، حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يستعدوا وأخبرهم أنه ذاهب إلى تبوك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخبر الناس أو يوري عادة حتى لا يعلم الأعداء
بما ينوي وما يريد، لكنه في هذه المرة قال لهم: إنا ذاهبون لقتال الروم، أي دولة عظيمة في تبوك. فتخلف كثير من الناس أيضا. ثم إنهم لما مروا على مدائن صالح، وهي منطقة فيها كهوف وبيوت منحوتة في الجبال وفيها بعض الآبار والمياه والظل ما يحتاجه المسافر، أراد بعض الصحابة وبعض المسلمين أن يستريحوا فيها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، بل أمرهم أن يسرعوا وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من العذاب الذي حل بأهل تلك القرية لمخالفتهم نبيهم، وأمرهم أن من عجن خبزا بماء تلك المنطقة أن يعطيه للدابة أو يلقيه في الكمامة. فهذا أيضا ابتلاء وتمحيص قبل أن يواجهوا عدوهم. فالابتلاء إخوة الإسلام ليس شرا من الله سبحانه وتعالى. Brothers and sisters, test people, it is for their own good. It is because those who are pretenders and claimers, they are numbers. But in reality, they are burdens on the religion. Those who claim that they are good, those who claim that they will do whatever it takes for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but when they are put to test their faith, they fail. It is better not to have them from the beginning. Because if you have them, when there is the dear need for them, you're not going to find them around. And that is a great loss. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah tells us how He has put a group of Bani Israel to test and make sure that they are worthy of the victory from Allah subhanahu wa ta'ala before they went to meet their enemy. Those are a group of Bani Israel, as Allah subhanahu wa ta'ala narrates in Surah Al-Baqarah, who told their prophet, pray to Allah subhanahu wa ta'ala so that He will assign a king for us so that we can fight our enemy. Our enemy is attacking us all the time. Some of us were kicked out of our homes. We need somebody to unite behind so that we can fight them. And their prophet told them, I am afraid that once Allah subhanahu wa ta'ala sends you that you will not fight, that you are just pretenders and clever. They said, no, you will see. Once Allah subhanahu wa ta'ala told them to appoint Talut as their king. Immediately they started protesting. Why him out of us? He doesn't have as much money as we have. He does not come from a prominent family like some of us are. And their prophet explained to them that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen him, and Allah subhanahu wa ta'ala has given him enough knowledge and enough courage and enough strength to be in this position. And when this king Talut asked the Bani Israel, those who were telling their prophet, let us fight, let us make jihad, to go and fight their enemy, most of them declined. Most of those turned out to be pretenders. Because it's very easy to make claims. Claims mean nothing. What means something is what you do and what you are ready to do. And even those who followed him, the few that followed him, out of the mala, which is a great number, even those Allah subhanahu wa ta'ala will not let them meet their enemy until He put them through another test. As they were traveling, and you know when people travel in the past, they're usually dusty and thirsty, and whenever they see a spring of water or a little brook or river, that is blessed for them. They need to wash themselves, wash their clothes, drink, give water to their animals, and so on. And yet once they came across this river, Allah subhanahu wa ta'ala told Talut to tell them, you are not allowed to use it. You should just cross it without taking anything, except if someone takes with his hand a handful of water and drinks. That's the only maximum that you are allowed to use. What do you think the result was? فَشَرِبُوا مِنْهُ. Most of them drank. Most of them ignored the recommendations of Allah subhanahu wa ta'ala. Because طَاعَةُ لِلْأَمْرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ. They rejected that. And only a few of them came out and passed the test. And when they met their enemy was numerous, huge in numbers. They said that we are few, but there are many.
believers who were few in numbers that were able to defeat larger numbers with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. They fought and they won. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُودَ as Allah subhanahu wa ta'ala said that they were able to win the battle and kill the king of their enemy. Something like that happened to our Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam and the Sahaba. Many times they were put through test after test so that Allah subhanahu wa ta'ala will make them real men. Men that were tested and tempered again and again. In the battle of the Khandaq, when they were besieged by tribes that were dwelling at that time to eliminate Islam and kill all the Muslims. In the battle of Badr, in the battle of Tabuk, when the Prophet alayhi salatu wasalam asked them to prepare to go to Tabuk, about 3 weeks ride from Medina, and it was at a time when it was very hot, extremely hot, and they were going to fight the Romans, a huge empire. Many of the munafiqeen declined, and alhamdulillah that they did, because these people, as Allah subhanahu wa ta'ala said, if they go with you, they do not add anything to you except loss. مَا زَلُوكُمْ إِلَّا خَبَرًا. And then they came across the town of Salih, Madain Salih, which is north of Medina, halfway between Tabuk and Medina. And in it there were caves and there were wells of water, and some of the Sahaba wanted to do the same, wanted to stay there, to rest their animals, to use the water that was there. And the Prophet ﷺ told them, no, just pass through Madain Salih quick as you can. Do not sleep there. Do not stay there. If any one of you have used their water, even to make bread, let him throw that bread that he made it with that water. Another test, those are travelers in the desert, and they are in dire need for water. And yet Allah subhanahu wa ta'ala is teaching them that following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala comes first, even before your dearest needs, even before the water, when you are traveling and you are in need of it. Those are the ibtila, brothers and sisters. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has created us, and don't think bad of it. When Allah subhanahu wa ta'ala tests you, it is because He is challenging you. It is because Allah subhanahu wa ta'ala wants you to become a stronger person. It is because Allah subhanahu wa ta'ala wants you to become a better person. Because the way, the distance that you stay away from your needs, your immediate and physical needs, the more, the larger that distance is, the better person you are. You fast, you don't eat, and you don't drink, even though these are very basic needs. Why? Because you want to teach yourself that there is something more important than food. There is something more important than drink. Same thing with the ibtila and the tam'is of Allah subhanahu wa ta'ala. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَكُونُوا مِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى الْبَلَاءِ واعلموا ان الله سبحانه وتعالى قد اعد للصابرين على الامتحان وعلى البلاء اجرا عظيما فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله يوصيكم وإياه بتقوى الله العظيم وطاعته وأناكم وحذركم من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فإنك به عليم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للمسلمين إلا أخذته وقصمته، ولا أسير لهم إلا فككت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه من فضله يعطكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.